تواجه شركات التواصل الاجتماعي الكبرى في الولايات المتحدة أزمة جديدة مع بداية العام الحالي، بعدما رفعت المدارس الحكومية في مدينة سياتل دعوى قضائية بتهمة التأثير على الصحة العقلية للطلاب. المحتوى الذي يراه المستخدم في أمريكا وبريطانيا هو من يقوم بإنشائه. لدينا 13 قاعدة نسميها إرشادات، يستطيع المستخدم ضبطها، وبالتالي يكون هو مسؤول عما يريد مشاهدته. الدعوة القضائية التي جاءت في 91 صفحة أكدت أن وسائل التواصل أدت إلى زيادة نسبة القلق والاكتئاب لنحو 30% من الطلاب، فضلا عن الاضطرابات السلوكية والإدمان على التكنولوجيا وزيادة صعوبات التعلم لديهم. أعتقد أن ما نراه هو ظهور محتوى ضار للأطفال لا يجب أن يكون متوفرا، لكن كذلك يجب على الأهالي أن يعلموا الأطفال كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وأهمية عدم تصديق ما يتم تداوله على هذه المنصات. المدارس الحكومية أشارت إلى أنها واجهت آثار مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة من خلال زيادة عدد الأطباء النفسيين فيها وتطوير المنهج الدراسي، إضافة إلى تدريب للمعلمين لمواجهة هذه الآثار. المدارس الحكومية في سياتل طالبت وسائل التواصل الاجتماعي بوقف خلق الإزعاج لدى الطلبة ومنح التعويضات للمتضررين، إضافة إلى دفع تكاليف حملات التثقيف الوقائية التي قامت بها. إياد الجغبير، سكاي نيوز عربية، واشنطن.